مفاجأة صادمة وتحذيرات من اللي جاي. الموضوع ما بقاش فيروس بيهاجم الناس وممكن بيؤدي للوفاة، لكن واضح إننا على أعتاب مشاهد حقيقية من نهاية العالم بقى بيحولهم لزومبي. يا ترى إيه الحكاية؟ مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات اللي فاتت أثار الرعب والصدمة في العالم. الفيديو بيوثق محاولة امرأة مهاجمة شخص آخر في وضح النهار بأحد شوارع أمريكا. الست اللي هجمت على الشخص ما كانتش في حالتها الطبيعية، كأنها زومبي مش بني أدمة. حالة من القلق أثرتها الست دي، خصوصا إنها الطريقة اللي هجمت بيها الست على الشخص كانت على غرار الفيديوهات اللي انتشرت في وقت سابق والكلام عن انتشار فيروس زومبي الغزلان في الغابات الأمريكية. الست ظهرت في الفيديو وهي حافية القدمين بتبص على الشخص في محاولة اجتياز الحاجز الحديدي اللي بيقع بينها وبينه لمهاجمته، كما كشف المقطع عن طريقتها الغريبة وهي بتنام على الأرض وتمد إيديها محاولة الإمساك بالشخص اللي بيصورها. الواقعة كانت صادمة، خصوصاً إنها مش الأولى من نوعها، فالبعض توقع انتشار فيروس غامض جديد بيهدد البشرية، وإن اللي هيحصل بعد كده محدش يتوقعه، وإن الفترة اللي جاية إحنا قدام مشاهد حقيقية من نهاية العالم. المشاهد دي اعتدنا عليها في أفلام نهاية العالم والأفلام الخيالية، لكن محدش توقع إننا ممكن نشوفها في الحقيقة. لكن المفاجأة كانت في التوقعات اللي قالها رواد التواصل عن الواقعة، منهم اللي شاف ان تصرف الست الغريب ممكن يكون بسبب انها بتشرب ممنوعات وانها ما كانتش في حالتها الطبيعية، لكن البعض التاني رجح انها تكون مصابة بفيروس جديد غامض. المتابعين قالوا في تعليقاتهم شيء طبيعي بسبب الممنوعات صارت مجنونة، ما في شيء اسمه زومبي، المناظر دي مش غريبة عليهم، وتوقع البعض انه بسبب الشابو. وقال واحد تاني من المتابعين اعوذ بالله من الممنوعات وبلاها، شكلها وصلت لمرحلة الجنون والهستيريا اعوذ بالله. عدد كبير من العلماء حذروا في وقت سابق من انتقال مرض زومبي الغزلان للبشر بعد تطوره، وثبت انه قادر على اصابة الخلايا البشرية والتقاصر فيها، كما انه ينتشر بسرعة كبيرة بين الغزلان في الغابات بجميع انحاء امريكا. الايام اللي فاتت كان في تحذير من منظمة الصحة العالمية من ان اكتر من نص دول العالم هتكون عرضة بشكل كبير لتفشي مرض الحصبة، وده بحلول نهاية العام الجاري ما لم يتم اتخاذ اجراءات وقائية عاجلة. وقالت المنظمة انه بيرجح ارتفاع عدد حالات الاصابة بالحصبة في معظم الدول الى عدم اخذ اللقاحات خلال سنوات جائحة كورونا. وقالت كبيرة المستشارين التقنيين في مجال الحصبة والحصبة الالمانية في منظمة الصحة العالمية ناتاشا، نحن قلقون حيال الفجوات الكبيرة في انظمتنا المناعية، وان لم يتم سداد هذه الفجوات بشكل سريع باللقاحات فستحل الحصبة محل هذه الفجوات. وقالت كمان انه يمكننا ان نرى من خلال بيانات المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية الى جانب بيانات منظمة الصحة العالمية ان اكثر من نصف كل دول العالم ستكون معرضة لخطر كبير او مرتفع جدا لتفشي المرض بحلول هذا العام.